أعزائي هناك في اسكندرية اللي قدروا إن هم ياخدوا اللقطة المميزة دي بكل تأكيد. لسه عندنا كواليس كتير جدا ومعسكر الأهلي قبل ماتش النهاردة وتفاصيل مهمة، لكن خليني سريعا أروح لزميلي العزيز كريم أحمد مراسل قناة الأهلي من مدينة برج العرب عشان نطمن من خلاله على كل الجديد اللي بيخص النادي الأهلي قبل ساعات قليلة من انطلاق مباراة اليوم. يا كريم مساء الخير. مساء الخير عليك الزميل العزيز امير هشام، تحياتي ليك في البدايه وتحياتي ايضا كمان لجمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي. اهلا بيك يا كريم، طمنا على الفرقه وخصوصا ان الناس كلها يعني المرحله الحاليه في متابعه كبيره جدا، الناس كلها بتحاول تقايم الوضع، الناس كلها بتحاول تتنبأ بمستقبل النادي الاهلي. الوضع عندك ايه يا كريم والكواليس الاخيره اللي بتخص الفريق؟ يعني في البدايه امير طبعا انا هبدا معاك الحقيقه باللقطه اللي انت اتكلمت عليها عم حارس، طبعا واحد من رموز النادي الاهلي، زي ما بناكد على رموز النادي الاهلي في قيادات النادي الاهلي ومجلس ادارته، لا عم حارس قيمته كبيره جدا، وزي ما بنقول ان لعيبه النادي الاهلي الكبار ليها دور مع هؤلاء الشباب، لا اقول لك كمان عم حارس ليه دور كبير جدا، لان هو حاسس وعايش وعارف المشهد وشايف المشهد عامل ازاي وشايف الامور كلها عامله ازاي، فبيحاول ينقل جزء بسيط جدا ولو كلمات بسيطه لكن مردودها بيبقى كبير جدا الحقيقه على شباب النادي الاهلي. برغم التركيز الكبير وان لعيبه النادي الاهلي وشباب النادي الاهلي في مسؤوليه كبيره جدا وهم عارفين هذا الامر، لكن لما بنشوف لفته طيبه جدا ومشهد مميز جدا زي عم حارس بتدينا طمانينه وبتطمن جمهور النادي الاهلي، لان جمهور النادي الاهلي قيمته كبيره جدا، الواعي المساند الداعم اللي ليه كلام كبير، سر عظمه جمهور النادي الاهلي في وقوفه جنب النادي الاهلي وحفاظه على رموز النادي الاهلي والحفاظ على الكيان، ده امر مهم جدا لان احنا رهاننا الكبير على الجمهور، وعيه الكبير ده بيطمنا بشكل كبير جدا، مساندته ومؤازرته على السوشيال ميديا سواء في مدرجات في الهتافات ده امر بيطمن بشكل كبير جدا لعيبه النادي الاهلي، لان احنا كمان محتاجين الجمهور في القادم، القادم هو اللي اصعب، ويمكن دي كلمات الكابتن محمود الخطيب الحقيقه رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، القادم هو اللي احنا مستنيينه، خلاص احنا بنحقق عايزين اللي جاي ان شاء الله، فدور الجمهور مهم جدا 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 الفتره القادمه مع فريق النادي الاهلي زي ما دورهم الكبير الحقيقه والمعهود خلال المرحله الماضيه، كالعاده طبعا يا امير هي مرحله مهمه جدا، ويمكن نقدر نقول ما تبقى من مباريات في بطوله الدوري العام، وهي مرحله استكشاف، مرحله تقييم، مرحله ظهور لعدد كبير جدا من شباب النادي الاهلي، الاجابات كبيره الحقيقه يا امير، يمكن الناس بتحاول ان هي تقلل شويه من الاجابات في هذه الفتره، لا في اجابات كثيره جدا جدا طبعًا في صفوف فريق النادي الاهلي، يعني لو بتكلم معاك سريعا يا امير يعني الاجابات محمد اشرف، الاجابات علي لطفي، الاجابات محمد محمود وظهوره المميز جدا، محمود متولي، زياد طارق، احمد سيد غريب، عدد كبير جدا من الاجابات، كلين شيت لعلي لطفي وحراسه المرمى، فامور كثيره جدا بنحيي عليها طبعا كل اللاعبين في هذا التوقيت الصعب جدا على فريق النادي الاهلي، لكن كالعاده النهارده شباب النادي الاهلي في مواجهه مهمه جدا امام فريق الاسماعيلي، يمكن المباراه الاولى نتذكرها انتهت بنتيجه 4-0، لكن الامور المره دي مختلفه بشكل كبير جدا، وايضا كمان يمكن النادي الاسماعيلي شفناه هزيمه كبيره جدا المباراه الاخيره، لكن هتشوف مشهد ثاني وهتشوف شراسه وقوه والتحامات، وده المعتاد امام اي فريق بيقابل النادي الاهلي، فان شاء الله باذن الله النهارده كل التوفيق للنادي الاهلي ال11 اللي يكونوا متواجدين، مستر ريكاردو سواريش المدير الفني لفريق النادي الاهلي، ادارته الفنيه ان شاء الله على مدار ال90 دقيقه، ولاعيبتنا منتظرين منها التركيز، الجديه، الحماس، وان شاء الله باذن الله توفيق ربنا يكون مع فريق النادي الاهلي. كالعاده امير طبعا في فندق الاقامه هنا في الاسكندريه ببرج العرب، الاجواء الحمد لله طيبه جدا، الكل مركز في هذه المباراه، يعني اقدر اقول لك خلاص من لحظات بسيطه كان انتهى وجبه طبعا الغداء لفريق النادي الاهلي. المحاضره الفنيه الاخيره النهارده هتكون في فندق الاقامه في تمام الساعه 7، انت عارف يعني فندق الاقامه قريب جدا من استاد برج العرب، هي هتكون المحاضره 20 دقيقه ومنها مباشره استعدادا طبعا وتوجه مباشره الى استاد برج العرب اللي هيستقبل النهارده هي مباراه المؤجله من الجوله 18 من بطوله الدوري العام في تمام 9 مساء. ان شاء الله يا امير بنتمنى كل التوفيق للعبتنا، محتاجين كالعاده الشراسه والقوه وشخصيه النادي الاهلي والجمهور الدور الاهم والكبير جدا النهارده في 90 دقيقه، بناملها كالعاده هتاف، تشجيع، تحفيز، وان شاء الله يكون كل التوفيق معانا في هذه المباراه ان شاء الله يا كريم. لكن خليني اسالك على بعض اللاعبين، يعني بالتحديد هل ممكن النهارده نشوف اسماء ما شاركتش الفتره اللي فاتت من قطاع الناشئين في النادي الاهلي، مثلا زي رأفت خليل اللي كان موجود مع المنتخب، عندك كمان علي عمر المهاجم شرقية ممكن يلعب ولا لا، هل ممكن نلاقي وجوه جديدة النهاردة ولا لسه شوية الأمور مش متضحة؟
لا يعني اقدر اقول لك امير من الوارد ان احنا نشوف عدد النهارده من اللاعبين على راسهم الحقيقه مصطفى شوبير. يعني مصطفى شوبير كمان النهارده يعني وجوده بقوه كبيره جدا النهارده، ممكن نشوف حراسه مرمى النهارده للنادي الاهلي بعد اداء علي لطفي. والحقيقه يمكن علي لطفي خد فرصه كبيره جدا خلال الايام الماضيه، منتظرين النهارده ان شاء الله كمان نشوف مصطفى شوبير. محمد نصير ايضا كمان ممكن يبقى ليه دور كبير مميز، لاعب ممتاز الحقيقه بيلعب في منتصف الملعب حاجه رائعه ومميزه جدا. محمد احمد شرقيه، كل اللعيبه الحقيقه الوافدين اللي دخلوا طبعا اضافه على قائمه فريق النادي الاهلي، فرصهم مهمه جدا. عشان كده احنا بنطالب لعيب شباب النادي الاهلي بالتركيز، الفرصه تجيلك لابد ان انت تكون مركز فيها بشكل كبير جدا، ظهورك مهم جدا ليك، وكمان الحفاظ على تيشيرت النادي الاهلي ده امر مهم جدا. ودي الحقيقه المجهود الكبير اللي بيقوم بيه الكابتن سيد الكابتن سامي لاعبين الكبار فريق النادي الاهلي. يمكن النهارده احنا بنخسر رامي ربيعه لحصول على ثلاث انذارات، محمد هاني وصلاح محسن للراحه والرؤيه الفنيه، لكن ان شاء الله باذن الله يكون التوفيق النهارده مع فريق النادي الاهلي. يمكن الجو صعب شويه امير، يعني درجه الحراره 30، الرطوبه تصل ل 65%، لكن بنامل ان شاء الله على موعد المباراه 9 مساء الجو يكون هدي شويه عن هذا الامر، ويا رب ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراه اليوم. ان شاء الله الامور تبقى ايجابيه يا كريم. انا بشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز كريم احمد مراسل القوات الاهلي من مقر اقامه الفريق في مدينه برج العرب، طمنا بشكل كبير جدا على الفرقه قبل ساعات قليله من انطلاق المباراه، وان شاء الله الاهلي